تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. نغرد خارج السرب او خارج الصندوق، بعيدا عن مهاترات مرتضى منصور وبعيدا عن مشاكل مرتضى منصور وعياله ونادي الزمالك والمهاترات اللي بتحصل في نادي الزمالك. اخبارنا النهارده خاصه بصفقات النادي الاهلي والميركاتو الصيفي المشتعل من البدايه. في كلام على امام عاشور، في كلام على صفقات من العيار التقيل للنادي الاهلي، في ناس هتمشي من النادي الاهلي وناس هتيجي النادي الاهلي، وفي طيور مهاجره كانت بره النادي الاهلي وهترجع النادي الاهلي. انا مش هطول عليكم، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الاخبار من مصادرها ونرجع نعلق على الكلام ده. هل الكلام ده ينفع مع النادي الاهلي؟ والصفقات دي هتكون مؤثره مع النادي الاهلي ولا هناك شيء اخر يحاك او يضار خارج الصندوق او خارج الاطار العقلي لنا احنا كمتلقيين للاخبار؟ هل هناك لجنة التخطيط بتشوف حاجات تانية غير الكلام اللي حضراتكم هتسمعوه من شوبير ومن شبانة؟ وانا بأكد على كلام شوبير ان هو كلام صحيح 100%، وكلام شبانة برضو في نسبة كبيرة من الصحة ومن الدقة. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الاخبار والصفقات ومين اللي قاعد ومين اللي ماشي، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، اشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف شوبير قال ايه وشبان قالوا ايه، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. بدا يبقى الكلام كالعاده، ايمن شوقي خارج، عفوا ايمن اشرف خارج القايمه، كالعاده شادي حسين خارج القايمه، وبرونو صافيو خارج القايمه. اذا كده واضح انه كولر وافق ان ايمن اشرف وصافيو شكرا، وانه شادي حسين هيبقى على سبيل الاعاره، لان النادي الاهلي شاريه. الاهلي بالفعل بدا مفاوضات مع صافيو، فك الارتباط، فسخ التعاقد بالتراضي، واحتمالات كبيره جدا يعود الى نادي الصادق بوليفار البوليفي. لسه بقى موقف ايمن اشرف، لان النادي الاهلي بيقدر جدا ايمن اشرف اللي قدمه مع الفريق في السنوات الاخيره، وايمن من اللعيبه المحترمين جدا جدا، لكنه وجهات نظر فنيه. شادي حسين غالبا قد يعود الى سيراميكا كليوباترا على سبيل الاعاره، والكوره تبقى في ملعبه ويقدر يرجع من جديد للنادي الاهلي. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. خد الكلام ده مني، ويعني تاكد انه معلوماتنا بدرجه تصل الى 100% صحيحه. يعني تفاصيل مفاوضات التجديد بين الاهلي وحسين الشحات اللي هي على وشك النهايات، لكنه في بعض الخلافات الصغيره اللي هتنتهي. يعني الاهلي طلع من السوبر، طلع من نهائي الكاس، دخل في السوبر، من السوبر كان قبلها في ربع نهائي افريقيا، من ربع نهائي افريقيا دخل في نصف نهائي افريقيا. في تونس النهارده هيلعبوا المباراه، يرجعوا يلعبوا مباراه العوده، عنده ثلاث مباريات في الدوري بعدها، ثم اذا ربنا اراد بامر الله سبحانه وتعالى وصعد الى النهائي. فالاهلي بينتظر اول فرصه ممكنه عشان يعمل اجتماع حاسم مع حسين الشحات ومدير اعماله للتجديد. يعني بالفعل في اتفاق مبدئي على الكثير والكثير من التفاصيل. طب نقاط الخلاف او المناقشات حول عدد من النقاط هي كالتالي: مده التعاقد، الاهلي بيقول موسمين وحسين الشحات ووكيله بيقول ثلاث مواسم، وانا شايف ان ثلاث مواسم منطقي جدا للعيب بحجم ووزنه وقوته وكفاءته ومهاره حسين الشحات. اثنين، نسبه المشاركه، الاهلي بيحط دايما نسبه مشاركه 25% اللي هو ربط المستحقات الماليه بنسبه المشاركه في المباريات. الشحات قال لك لا، انا ما يعني ما ينفعش ترتبط، لان انا بدفع ضرائب على اللي بيتكتب في العقد، يعني بيتكتب 10 قروش فانا بدفع ضرائب على 10، مش هقدر اقول له انا هتشال مني 25 عشان نسبه المشاركه. يعني النسبه الثالثه، الاعلانات، الاهلي بيقول لك اي اعلان يظهر فيه حسين الشحات اخذ نسبه لا تقل عن 10% من اي اعلان يظهر فيه حسين الشحات. حسين بيقول لك انا من حقي، انا يعني اخذ مستحقات الاعلانات كامله، وانا اصلا الاهلي يعني مش ملزم انه يوفر لي العقود يعني الاعلانيه. هي كلها حاجات بسيطه وحاجات سهله وسلسه يعني هتنتهي على خير. اقدر اقول لكم ان الموضوع فقط لا غير مساله. كابتن احمد شوبير، نبدا باخبارنا الحصريه وفقرتكم حصري مع شوبير. مني وعلى مسؤوليتي، الاهلي قرر التجديد لنجمه ياسر ابراهيم. الاهلي قرر تجديد تعاقده، المفاوضات خلاص اول فرصه، لكن تم ابلاغ ياسر انه النادي الاهلي متمسك بيه، وانه مارسيل كولر قال انه لاعب مهم جدا بالنسبه ليه وبيرغب باستمراره بصفوف الفريق. تعرفين تعاقد ياسر خلاص بينتهي من نهايه الموسم الجاري. ياسر مرحب جدا جدا، والنادي الاهلي مرحب جدا جدا. وعايز اقول لكم انه في دور مهم لشركه الكوره بمنتهى الامانه، يعني انا مش عارف ليه في تعتيم على اخبار شركه الكوره.
يعني الحقيقه ناس شغالين سواء كان كابتن عادل الطيع ربنا يديله الصحه او المهندس احمد حسام عوض او المهندس خالد عبد القادر معاهم امير توفيق عاملين شغل كويس وعاملين شغل بهدوء وبدون ضوضاء وبدون ضجه، لكن مش عارف حاسس كده انه مين ما بيطلعش اخبارهم، مين ما بيبرس شغلهم، مين ما بيوضحش الدور اللي بتقوم بيه شركه الكوره. ده مهم جدا، يعني مجلس اداره بيجتمع وبيقول قرارات، شركه الكوره كمان لها دور مهم وماشيه في ملف التعاقدات بشكل جيد وماشيه في ملفات كثيره جدا بشكل اكثر من ممتاز، لكنه موضوع ياسر ابراهيم وتجديده للنادي الاهلي اصبح على وشك. من اللعيبه الحقيقه اللي انا بحبهم جدا وشايف انه مش واخد حقه محمد مغربي اللي اعير الى نادي في الشيك الموسم الماضي ثم هذا الموسم الى نادي اسمه الاهلي، بيدرس قطع عرض محمد مغربي. ومارسيل كولر الحقيقه برضه اتعرض عليه الاسم، وده كان اقتراح تم تقديمه من شركه الكوره انه الولد صغير ولعيب كويس، مش معنى انه ما شاركش في سموحه انه لعيب مش جيد، لا لعيب جيد جدا وشارك في كاس العالم للانديه مش دي اللي قبلها وكان رائع، انه يرجع من بدايه الموسم اللي جاي عشان يدعم خط الدفاع. الاهلي لسه مستني يعني الخطوه دي شويه، هيستنى على يعني سوق الميركاتو هيبقى فيه ايه، مين اللي هيجي مين اللي مش هيجي مين اللي هيمشي وهكذا، لكنه مؤكد رامي ربيعه، مؤكد محمود متولي، مؤكد ياسر ابراهيم، مؤكد محمد عبد المنعم، لسه ما حصلش الاتفاق النهائي مع رامي ربيعه. كولر شايف انه محمود متولي ماشي بشكل اكتر من ممتاز وشكل محترم يعني، فلسه الدنيا حتبان، لكنه مبدئيا الاهلي يريد عوده محمد مغربي وايام ويعلن القرار النهائي وكلنا في انتظار القرار. في خبر نزل في المواقع التركيه وصحيفه اسمها سبورتس التركيه، قالت ايه؟ عن مونيكا المهاجم الاوغندي اللي عفوا الكونغولي اللي موجود دلوقتي واللي الكلام بقى لنا 6 شهور بنتكلم ان الاهلي بيفاوضه. الصحيفه بتقول ان اداره نادي باشكتاش التركي وضعت خطه بديله للتعاقد مع بديل جاكسون مونيكا تحسبا لرحيله في الميركاتو الصيفي. هل رحيله هيكون للنادي الاهلي؟ يعني كل الكلام بيقول ان الاهلي اتكلم معاه واتفق مع الوكيل بتاعه كل الكلام ده، لكن هنشوف هل دي هتبقى نقطه انطلاقه للتعاقد معاه من خلال اداره الكوره في النادي الاهلي ولا لا، هنشوف الفتره الجايه هيحصل ايه. كمان تقارير تركيه صحفيه اتكلمت عن مصطفى محمد وتجربته مع نانتو المعار بنيه البيع و 4.5 مليون يورو اعتقد اللي بيعه يعني. فالكلام بيتقال انه ان نانت عايز يفعل بند الشراء بتاع مصطفى محمد فعلا، ما انه ترتيبه في عنده مشكله وترتيبه في الدوري الفرنسي متاخر ممكن ينزل درجه ثانيه، وعايز يفعل بند الشراء لكن عايز بفلوس اقل من المتفق عليه. التقارير التركيه بتقول ان جالاتا سراي بيرفض تماما طلب نانت بتخفيض المبلغ بتاع عقد شراء عقد مصطفى محمد نهائيا، وبتصر على المبلغ المتفق عليه او يعود مره اخرى الى النادي بتاعه اللي هو جالاتا سراي. والحاجه اللي تجربه ناجحه مصطفى محمد انتقل الاول على سبيل الاعاره في البيع من الزمالك لجالاتا سراي ثم اثبت وجوده ففعلوا بند الشراء من الزمالك 1.5 مليون دولار الاول موسم ونص اعاره، ثم 4 مليون دولار اخذهم نادي الزمالك لما تفعل بند البيع. شوبير قال ان خلاص الاستغناء عن سافيو واعاره شادي حسين ولسه ايمن اشرف ما اتبتش في امره، ولكن الثلاثه دول خلاص هيمشوا، اللي هيمشي استغناء نهائي واللي هيمشي كاعاره واللي هيمشي بفسخ التعاقد، الثلاثه خلاص قرر النادي الاهلي او قرر كولر ان هم يرحلوا عن النادي الاهلي. واتكلم ايضا عن التجديد لحسين الشحات، واتكلم على التجديد برضه لياسر ابراهيم، وفجر مفاجاه بعوده المغربي مره اخرى للنادي الاهلي وقطع الاعاره بتاعته لان النادي الاهلي محتاجه بفرمان من كولر. وكمان شبانه قال ان خلاص الخطوات الاخيره او اللمسات الاخيره في صفقه موليكا بتفنش وان موليكا اقترب من النادي الاهلي. تعالوا نمسك الموضوع كده من الاول، موضوع سافيو. انا عن نفسي شايف ان سافيو لاعب ممتاز وما يمشيش، وسافيو لو بيلعب صانع العاب في النادي الاهلي هيفرق كتير عن قفشه ويفرق كتير عن اي حد لعب في المركز ده في الفتره الاخيره. سافيو لاعب كوره، سافيو لاعب كوره، هو هيمشي من النادي الاهلي علشان بلغ اللاعب البرازيلي ان هو ما خدش مستحقاته او ان هو المستحقات بتاعته اتاخرت او ما شابه، فخلي صفقه اللاعب البرازيلي اللي كان النادي الاهلي هيتعاقد معاه وقفت، ف النادي الاهلي قرر عقاب هذا اللاعب وان هو لا يتواجد
في النادي الاهلي. يعني خروجه من النادي الاهلي ليس فنيا ولا رؤيه فنيه، ده من وجهه نظري وزي ما حضراتكم عارفين. ولكن لو النادي الاهلي كان عايز يستفاد من الراجل ده اخر لحظه كان لاعبه وبرده مشاه. يعني انا هلعب يعني عارفين زي النادي الاهلي عمل ايه؟ عمل ادى يوميه لشخص اتخانق مع صاحب الشغل، اداله يوميه، كل يوم بيجي الشغل ياخد يوميه وما بيشتغلش بالظبط. لا انا اشغله واقطع قلبه ومشي، ده وجهه نظر. حتى لو انت مش عايزه في الفريق، حتى لو هو اخطر، هو ليه كام شهر ما بيلعبش وبياخد فلوس وبيتقاضى اجر، لا انت لاعبه واقطع نفسه وقرر في النهايه تمشيه او تقعده، ولكن في النهايه هو بيقبض من غير فلوس. فاللاعب ده المفروض حتى لو كان اخطا كانت عاقب مادي، ويستمر في النادي الاهلي ويستمر في العطاء في النادي الاهلي. ممكن يكون اخطا ولكن يعاقب بالفلوس بالماده، يتقسم منه فلوس. لكن انا من وجهه نظري انه صافيو يمشي كده، لا ده غلطه كبيره 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 من اداره الكوره ومن لجنه التخطيط، مع احترامي من جمهور الاهلاوي دلوقتي اللي هيقول لي لا انت غلطان، ده لاعب مش برازيلي، ده لاعب اي كلام. لا صافيو لو لعب في صانع الالعاب هيفرق كتير، زي شادي حسين بالظبط لو اتغير مركزه هيفرق كتير مع النادي الاهلي. شادي حسين لو غير مركزه هيفرق كتير مع النادي الاهلي. اللاعب ده كويس بس ينفع جناح، ينفع جناح، لو لعب جناح هيفرق كتير مع النادي الاهلي، ويلعب في مكانه الصح ويلعب في التوقيت المناسب في التوقيت الصح. ففي لعيبه كده بتغير اماكنها ولكن لا تجيد، ولكن شادي حسين لاعب موهوب لكن حظه وحش مع النادي الاهلي، يطلع اعاره ويرجع مره تانية. ايمن اشرف بيتهيالي لاعب يعني مظلوم في النادي الاهلي، يستحق فرصه، يستحق ان هو يكمل في النادي الاهلي، ولكن يعني دي رؤيه فنيه واحنا بنحترم الرؤيه الفنيه. ولكن من وجهه نظري يعني شادي حسين يغير مركزه، صافي وغير مركزه، يعني ايمن اشرف لو طلع اعاره ورجع ربنا يوفقه. ولكن في النهايه قرار مجلس او قرار اداره النادي الاهلي والاداره الفنيه للنادي الاهلي ان الثلاثه دول مش هيكملوا في النادي الاهلي، سواء للاعاره او فسخ التعاقد او الاستغناء بشكل نهائي. قال لك التجديد لحسين الشحات، فعلا الشحات فرق كتير بعد العوده من الاصابه واعاد اكتشاف نفسه. اما بقى الامور الماديه والكلام ده انا ما بحبش اتدخل فيه، لان دي امور اللاعب بيقدر نفسه بكذا، النادي بيقدره بكذا، فالامور الفنيه دي انا ما بتكلمش فيها او بتدخل فيها، لانها خاصه باللاعب وبالفريق، فكل واحد يقدر يعني يقيم مجهوده او يقيم اداؤه مع الفريق. والنادي الاهلي نفس الشيء يديله مثلا اللي هم متفقين عليه، دي حاجه انا ما ادخلش فيها، كل واحد يقيم نفسه، والنادي الاهلي في الاخر يعني حر في قراره. ولكن التجديد لحسين الشحات امر مهم ولاعب محوري ولاعب مفصلي، ويعني هو ترس مهم في الساعه اللي بتمشي عليها النادي الاهلي وضمن الاله اللي بتعدي يعني او اللي بتمشي فيها النادي الاهلي. لو الترس ده وقف هيوقف باقي التروس، فهو راجل مهم جدا جدا في النادي الاهلي. قال لك ياسر ابراهيم كمان النادي الاهلي هيجدد له بعد الخطا الكارثي اللي عمله ياسر ابراهيم في ماتش النادي الاهلي مع نادي الزمالك في كاس مصر. من وقتها وحصل له استفاقه، يعني الراجل ده اعاد استكشاف نفسه مره اخرى وصلح من اخطائه واصبح صمام امام في منطقه خط الضهر. فياسر ابراهيم مكسب كبير للنادي الاهلي، ودايما احنا بنشيد باللاعب اللي بيتالق، ولما اللاعب بيتراخى او بيأثر احنا بنقول له ان انت كنت مقصر، كنت ما بنطبلش لحد، بنقول لكل واحد مميزاته وعيوبه وكل شيء في وقته. فياسر ابراهيم وحسين الشحات تجديدهم ده شيء مهم جدا في الفتره اللي جايه. عوده المغربي ايضا هيكون نوع من انواع التدعيم لخط دفاع النادي الاهلي. النادي الاهلي كان فيه كلام على لاعب بيراميدز اسامه واللي اصيب، فالنادي الاهلي كان محتاجه، ولكن النادي الاهلي يعني بيعيد يعني سياساته، ان في لعيبه كانت عنده متالقه ولعيبه عنده، يعني النادي الاهلي جاي فتره كان عنده تخمه في اللعيبه، فابتدى يوزع اللعيبه على بيراميدز، على سموحه، على المقصه، على فيوتشر. فالنادي الاهلي محتاج لعيبته اللي اتخذ يعني خدت خبره، فالنادي الاهلي محتاج المغربي في الوقت الحالي، وباذن الله يكون اضافه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. اما التعاقد مع موليكا،
في انقسام دلوقتي في جماهير النادي الاهلي، تقول لك موليكا احنا لنا 3 سنين بنتكلم على موليكا، موليكا سنه كبر، موليكا ما بقاش زي الاول، وفي ناس بتقول لك لا ده راجل خبره وراجل يعني 10 على 10 وده اختيار كولر، لان كولر قال انا عايز فلان الفلاني بالاسم. فالنادي الاهلي الان بيسعى بكل قوه وبكل يعني بكل ما اوتي من قوه انه يخلص الصفقه دي بشكل سريع، لان الموضوع كبر وزاد، وكان الموضوع متوقف على العامل المادي، كان النادي الاهلي عارض 3 مليون لكن الجانب التركي كان طالب 4 مليون وشويه، فقالوا له خلاص احنا هندخل صفقه ديانج في الموضوع، ولكن النادي الاهلي لما لقى ديانج رجع لمستواه وابتدى يقف على رجله مره اخرى، في يعني لجنة التخطيط واللاعب نفسه متمسكين باستمراره في النادي الاهلي، فلسه مش عارفين بنسبة كام في المية موليكا موجود في النادي الاهلي، ولكن احنا بنتمنى صفقة سوبر، يعني محتاجين لاعب رأس حربة يخلص من ربع فرصة من لا فرصة، علشان الفرص اللي بتضيع من النادي الاهلي الفترة الاخيرة كتيرة جدا امام المرمى، فاحنا بنتمنى التوفيق لإدارة التخطيط في النادي الاهلي بالاختيار الجيد، علشان كل ما اللاعب يبقى جيد ومختار بدقة وبعناية بيكون افيد واصلح للفريق. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي وتدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مرة تشوفني اول مرة تخش قناتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناة كل الاهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.